على طار الأمراض بنات بسألكم سؤال، معليش ترى هو كذا يعني سؤال خارج الخدمة على قولهم. قولي. طعمتم؟ احنا كلنا بنروح جدة صح بالحج بالإجازة صح؟ ايه؟ ما ها كذا نطلع جدة ان شاء الله. ايه جدة والمدينة الحجاز عموما منطقة حجاج، طعمتم الحمى الشوكي ولا لا؟ انا طعمت من سنتين. لا والله الحين تحتاجي مرة ثانية. ايه هي كل سنتين، سنة ايه سنة لا. ايه صراحة ما ناخذ لي موعد انا وانت خلاص دان معاك انا. هذا للتذكير يعني. طبعا الخدمات اللي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن جبارة وشاملة، ومشاعر الحجاج هي اكبر دليل على هذا الامر. في التالي راح نتابع مشاعر وتجارب بعض الحجاج مع مبادرة طريق مكة، خلونا نتابع. يعني الاجراءات احسن من الاجراءات العادية من تسافر دولة اي دولة اخرى. شعور مختلف لأني أول حجة إن شاء الله، وبالخصوص مع أمي ومع أختي، يعني شعور لا يوصف والحمد لله. وهذه الفرصة يعني مش لأي واحد من المسلمين، الحمد لله نحن مختارين كضيوف الرحمن. الوالدة ديالي اللي ربتنا، الوالد ديالنا مات وحنا باقين صغار، هذا شعور لا يوصف انك تختار تمشي مع الوالدة ديالك وخوك، زعما راه واحد الفرحة لا توصف. 20 عام دغنا تقلى غادي سي وافق سيدي ربي، الحمد لله الحمد لله ربي نشراس، الله يرحم الوالدين. الوالدة ام الحاجة فرحانة اكيد 20 عام وهي تنتظر كل مره في القرعه. امين وادعو لي سيدي الحاج ذاك يسعد الله ربي وينك ان شاء الله يجمع غنى. امين اللي حجاج المغرب حظ ان يكون طريق مكه وبهذه السهوله، جمارك الديوان المغربيه وجمارك السعوديه في نفس المكان على بعد 10 امتار، وتدخل للسعوديه وانت في المغرب، والتسهيلات ان الامتعه يعني بتروح مرتاح وتكون مركز على الدعاء والتلبية، وده شيء مهم مهم جدا. خيط الجلابة، القميص، العباية لي والوالدة ديالي 8 سنين وأنا خياطة. ملابس الحج هي أحسن حاجة خيط، هي ملابس الحج ديالي وديال الوالدة ديالي، وخيطهم في مدة قصيرة بالفرحة. العام الثاني في هذه المبادره ديال طريق مكه، والحمد لله دابا كل شيء كيقولها، زعما راه تلقيت الاتصالات من الحجاج اللي كانوا يتقبل. واحد صاحبتي كانت هي مشات قالت لي زعما الحمد لله ما كاين لا تكرفيس لا والو، كدوز نيت من هذا من السلطات المغربيه السلطات السعوديه، كتوصل السعوديه ما كاين لا تكرفيس لا والو، الحمد لله كل شيء دايز بخير وعلى خير. الله يجعل حج المبروك وسعي مشكور يا رب لكل الناس اللي قدروا انه هذه السنه هم يحجون، وفرحتهم اكبر دليل على قد ايش الناس متحمسه لموسم صحيح. الحج هذه السنه كل السنوات اللي قبل. والله شوف انا يعني في حاجه كنت ابغى اقولها في الفيديو اللي قبل اللي شفناه على موضوع دور القوات الخاصه، انها كيف هي طبعا ترصد كل المخالفين، لانه لو ابغى اعبر عن مشاعري بقول اني انا شخص مستاء جدا. امس كنت قاعد اتفرج على فيديوهات للاسف انه الله يديهم العافيه، طبعا القوات الخاصه هي قاعده بتحاول قد ما تقدر انها تفرض النظام وتطبقه. صحيح. الهدف الاساسي من هذا النظام هو امن الحجاج وامن المنطقه كذلك. لما يجوني حجاج مخالفين من غير تصاريح قاعدين نشوف هذا شيء يعني بيمس امن المنطقه. للاسف انه امس كان في فيديوهات منتشره في حملات التفتيش اللي كانوا بيقوموا بها الله يديهم العافيه القوات الخاصه، ففيديوهات انه شوفوا كيف احنا في بلد الامن كيف يدهمونا في بيوتنا. لا لا، انت شخص مخالف، اذا انت شخص مخالف يعني يتم كيف يدهمونا في بيوتنا رؤى؟ يعني ما فهمت. انا اشرح لك، فيديو مصور من داخل البيت، طيب من داخل غرفه لحجاج مخالفين، طيب والقوات الخاصه بتكسر الباب وبتدخل عشان تاخذ المخالفين، يعني ما تخليهم انهم يحجوا بالضبط. فللاسف الجنسيات العربيه الثانيه كانت بتقول انهم حتى من الحج يبغوا يمنعونا، لا سهلوا لك وقالوا لك خذ التصريح وتعال حج.
عرفتي؟ فاللي سأني انه الناس المخالفين كيف قاعدين يشنوا هجمات ضد السعوديه على شيء لمصلحتهم، لمصلحه امن المنطقه، لمصلحه الحجاج ولسلامتهم. فهنا انا اقول الله يديكم العافيه مره واثنين وثلاثه، وشكرا على جهودكم، رغم انه في ناس كثير تحاول ان هي تمس امن السعوديه ولا تسيء للسعوديه او لصوره السعوديه. نرجع نقول انه ما في شيء قاعد بيصير الا هو حفاظا على امنكم وامن المنطقه. عليكم بالقوه يا رب، والله يحميكم ان شاء الله.